انشأنا محطة المياه ديت لعدة أسباب، منها إن ظهور أمراض الفشل الكلوي، وكان في أمراض كبدية بسبب المياه وبسبب إن فيها يعني حاجات مضرة كتير. إحنا من مزار الفارس ده إحنا من عندنا التروسيكلات بوصل للمنازل طبعًا عشان الاختلاط وكلام من ده، والتروسيكلات دي موجودة معقمة بتتعقم بالكلور وبتتنظف بملح ليمون سترك وبتتعقم كويس وبيتم توصيل المياه لغاية المنازل للبيوت. في نسب كلور بتيجي زياده لو كانت البيوت قريبه من المحطه، فبيبقى فول الدوز بيجيله زياده، وبتبقى قليله في اخر الجزء من الشبكه. يعني لو المحطه اللي على بعد 500 متر الكلور عنده بيبقى زاد، فبيعملوا انجكشن للكلور مفروض في مناطق بحيث يوزنوا الكلور ما بقاش زايد او قليل. وفي قريه زاويه النعوره يوجد محطتي للتحليه بالقريه. يتم تعقيم المياه بواسطة الأشعة فوق البنفسجية كخطوة نهائية بدون إعادة حقن بمادة الكلور، ويحرص قائمون على محطات التحلية للخضوع للفحص الدوري من قبل الطب الوقائي. لذا كان من المهم أن نقف على مدى سلامة ومأمونية هذه المياه للشرب. محطات مجهزة بوحدات يوفي اللي هي تعقيم ذاتي، التعقيم الذاتي لا يضمن المياه قدام، يعني إذا تعقمت بالكلور فبتبعتي المياه معقمة لدلوقتي وقدام فترة لغاية ما الكلور يروح، ممكن 16 ساعات ممكن 8 ساعات، لكن الكلور المية المعقمة بيعقمها فجأة باليوفي بعد كده بتبقى لازم تشربيها، لو سبتيها تتلوث.